ورواتب كلنا في خير والحمد لله. فلماذا لا نحمد الله على هذه النعمة؟ ليش ننظر بالعين العوراء بس إلى الأخطاء؟ لماذا لا ننظر نظرة توازنية حتى نعرف هذه النعمة ونقدرها؟ الآن التعليم عندنا أيضا مجاني في جميع مراحله، الكتب توزع على الطلاب مجانيا، تدفع مكافآت للمدارس القرآن والمدارس التي في القرى النائية، وفي الجامعات تدفع مكافآت، والتعليم مجاني في الجامعة ويأخذ الطالب كمان مكافأة. الطرق كلها مجانية، ما في طريق في المملكة عليه حاجز يأخذون فلوس. لو خرجتوا برا تعرفون هذا الكلام، ما في دولة إلا وفي كل طريق بوابات وادفع قروش وامشي رسوم السير. البنزين عندنا أرخص من الماء، القزازة حقت الماء هذه بريالين فيها لتر ونص، واللتر بأربعين هللة، لتر ونص بنزين بستين هللة، يعني أقل من نص، أكثر من نص ريال، وذيك بريالين الموية. أرخص بنزين على مستوى العالم حتى دول الخليج. أنا كنت قبل فترة في الكويت وجلسنا نعبي بنزين مع أحد الأخوة، قلت له كم يكلف اللتر عندكم؟ قال يكلف 90 هللة بالسعودي، وحنا يكلف 40، رغم أن الكويت دولة منتجة للبترول وسكانها قليل ونحن كثير، لكن الدولة تدفع بأرخص الأشياء لتسهيل مهمة نقلي ونقلك. ولذا نعبي البنزين كأنه اذهب إلى الدول المجاورة في تركيا، تركيا قريبة يمكن بعضكم زارها، أي نعم، البنزين هناك اللتر الواحد بأكثر من 20 ريال وانت تدفع عليها 40 هللة. يقول لي أحد الأخوة، يقول والله إني عبيت سيارتي، إني عبيتها ب500 ريال وأنا أعبيها هنا يقول 20 ريال. المهم أيها الأخوة، نحن في رغد من العيش، والله إن لم نشكر هذه النعم أن نتمناها بعدين. طيب كيف نشكر نعم الله ورغد العيش؟ أولا بالاعتراف بها والإقرار والتحدث بها، ثم صرفها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأيضا عدم الإسراف والتبذير الذي نلاحظه في حياة كثير من الناس، فإن الناس بلغت بهم النعمة حد البطر، وخاصة في المناسبات وفي العزائم وفي الزواجات، لم يعد الناس يقدمون أكلا للبطون وإنما يقولون الزاد للعيون، يعني للرياء. إيه نعم، ومن ما يعني أخبرني به الإخوة وشاهدته أنا في سكاكا وفي القريات وفي طبرجل وفي الدومة، من في المناسبات يضعون الصواني الطوال، صينية طولها 1.5 متر يحطون عليها بعير، وبعضهم يحط جنبها من هنا خروف ولا خروفين، وبعضهم يحط زيد يعلق دجاج، وبعدين يدني على السفرة هذه الصينية 5 رجاجيل منها وخمسة من هنا، يمخشونها بيديهم ويقومون. طيب حد يجي يأكل بعدهم؟ لا، قالوا صعب، كيف نجي بعد الناس نأكل من أكل قد أكل منها غيرنا؟ طيب وين نودي هذه النعمة؟ نوديها زبالة. أي نعم. طيب الله ما يغار على هذه النعم؟ غيرنا يموت جوعا، ما أنتم لبعيد عما يحصل في سوريا، الذي نسأل الله عز وجل أن يرفع الفتنة عنهم وأن يهلك طاغيته وأن يعجل بهلاكه. سوريا الجريحة، سوريا التي تنزف قلوبنا دما عليها، بلد الشام، البلد المبارك، بلد الخير، بلد المزارع، بلد الفواكه، بلد الخيرات، الآن يموت الناس فيها جوعا. هل سمعتم بأنهم أكلوا القطط؟ بلغكم هذا؟ شفتوا الواتسابات؟ أكلوا البساس؟ من يأكل البس؟ أنت تأكل بس أنت؟ إحنا ما أكلنا الخرفان حتى نبيها، خلاص شبعنا. هم يأكلون القطط ويأكلون، ذبحوا الحمير وأكلوها وشووها، أكلوا الكراتين، ماتوا من الجوع، ونحن نرمي النعم في صناديق النفايات على مستوى المناسبات وعلى مستوى أيضا الأسر. الآن ما من أسرة في المملكة العربية السعودية إلا وعند بابها في كل يوم كيس زبالة، أليس كذلك؟
طيب فتش كيش الزبالة وش تلقى فيه؟ تلقى فيه الرز، تلقى فيه اللحم، تلقى فيه العيش، تلقى فيه الفاكهة، تلقى فيه الإدام، كل بيت. نعم كل بيت. ليه؟ لأن الأسرة ما تطبخ على قدها، يطبخون يملون الصحن ويجي الواحد يأكل، يقطع قرص العيش يأكل منه ربعه، ويفتح حبة البرتقال يأخذ منها جزء ويخلي ثلاثة أجزاء، ويأخذ الموزة يأكل نصها ويرمي نصفها، ويأكل من صحن الإدام قليل ويخلي الكثير، ويأكل من الرز شوي ويخلي. وإذا غلقت الأسرة وقاموا كبوه كله في نفس السفرة وشالوه بالكيس وحطوه في الزبالة وطلع زبالة. واحد كل ما خرج من بيته قالت له مرته جب، يعني جب طلبات تعطيه.